مشاهدينا المتابعين في كل مكان، متابعي بوابة الوفد، شاهد موقع حدث انهيار جسر تلت اسماعيلية السويس، وزي ما انتم شايفين يمكن الانهيار بطول اكتر من 15 متر. طبعا ورا البيت ده زراعات، ودي اتجاه الترعة اللي بيتم غلقها دلوقتي من اتجاه اسماعيلية، وايضا بيتم غلق الترعة من اتجاه السويس. زي ما انتم شايفين الحفارات بتاخد من الترعة عشان تردم هذا الكسر او هذا الانهيار. زي ما انتم شايفين بيتم غلق هذه المنطقة، ورغم ان بيتم برضو على الجانب الاخر غلق من ناحية اسماعيلية وغلق الناس. ده مكان الانهيار، ده قطر الانهيار في حدود 20 متر تقريبا بالظبط. مشاهدينا الكرام، يمكن وصلت هنا اكثر من 48 معدة خاصة بالوحدات المحلية وهيئة الطرق لانقاذ الموقف. يمكن كان معانا السيد نائب المحافظ منذ قليل، والسادة أعضاء مجلس النواب موجودين معانا هنا، وطبعا تجمعات الأهالي زي ما انتم شايفين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ادي المشهد، ادي الناس على الجانبين، وادي الموقف. مشاهدينا الكرام، معدات الوحدة المحلية كلها بدأت توصل لمكان الحدث، وادي زي ما انتم شايفين الموقف على الطبيعة بعد انهيار جسر تلت اسماعيلية السويس. كان معكم على الهواء مباشرة محمد جمعة لبوابة الوفد الإلكترونية.